السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت التاريخ 4/11/2023. طحين أبيض رشة من ماي تعجب العجينة ماي وملح فقط بس، وتركها لمدة نص ساعة تطهى. المقادير: دجاج، عجين، كوسة، جزر، زبدة، طماط، بصل، ثوم، بطاطس، بوبرة، قرع، معجون طماط، كسبرة. حافظ على الزبدة لا تحترق. بصل، ثوم. من تطلع ريحة الثوم الدجاج على طول. كل ما قدرت الزبدة لا تحترق عليك. الدجاج حط طعم الزبدة، نزل عليه معجون الطماط، نزل عليه طماط، كسبرة، وسكر عليه خليه يطبخ على راحته. الآن جو وقت العجين. أفرد العجين، شرح العجين، بهارات مشكلة وملح ماجي، ليمون عماني، نزل عليه العجين بهالطريقة. بعد 30 دقيقة بعد ما استوى العجين تأكدت، انزل عليه خضار. ارفع العجين فوق، خلي الخضرة تحت. آخر شيء الكسبرة، سكر عليه وعلى نار هادية. بسم الله، صار كل شيء جاهز. بسم الله، بسم الله تبارك الله، بسم الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. نزل عليه ليمون. المرقوق صار جاهز، هذا المرقوق. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. المرقوق صار جاهز، هذا الدجاج والقرع والكوسة البوبر، ما شاء الله تبارك الله. وهذا المرقوق ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه الببرة ما شاء الله، وهذا الدجاج، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ما عندك مرقوق صلح لك بالعجين. وحلات المرقوق باللحم، بس سويت لكم بالدجاج لأن هالأسبوع مكثر لحم أنا.